أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مستجدات الوضع في سقطرى في ضوء أحداث اليوم. قالت مصادر محلية إن ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات سيطرت على عدد من المقرات الحكومية في سقطرى. أكد مصدر محلي لقناة بلقيس أن عناصر الانتقال شنت هجوما عنيفا استخدمت فيه أسلحة ثقيلة وبشكل عشوائي تجاه مدينة حديب مركز المحافظة. وبحسب المصدر فإن ميليشيا الانتقال سيطرت على إدارتي الأمن والمرور، وفي وقت لاحق سيطروا على مركز الشامل العسكري، فيما لا يزال مقر القوات الخاصة محاصرا، وهو ما لم يؤكده مصدر رسمي حتى الآن. وكان مصدر أمني قد أكد سماح القوات السعودية لمسلحي الانتقال بالتقدم نحو مدينة حديب مركز محافظة أرخبيل سقطرى. أضاف بأن السلطات المحلية أبلغت الحكومة اليمنية بتصعيد الانتقال لكنها لم تقم بأي إجراء يذكر. في حلقتنا سنناقش الموضوع من الزوايا التالية: ما الذي يحدث في الجزيرة ولماذا وما الذي يجب فعله؟ لكن مشاهدينا نذهب لمتابعة هذا التقرير الذي أعده الزميل وديع عطا. أخيرا حدث ما حذر منه الجميع، فقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا اقتحمت مدينة حديب مركز محافظة سقطرى. ما جرى كما يراه البعض تحصيل حاصل نظرا للمعطيات التي سبقت أحداث اليوم. فالإمارات اشترت ولاء قيادات عسكرية بارزة من خارج المحافظة، ونجحت بذلك في احتواء اللواء الأول مشاة بحري، أكبر مؤسسة عسكرية تتبع الدولة في الأرخبيل. كما دفعت أبو ظبي رواتب أعلى من رواتب الحكومة، ومنحت العشرات من الأعيان سيارات وعقارات، إضافة لوعود بالجنسية الإماراتية. الشرعية ما فعلت، خلاص انتهت. قبل ذلك بسنوات كانت قد سعت لاختراق المجتمع السقطري عبر الهلال الأحمر الذي عمل بلا هوادة على تجنيد العشرات باسم العمل المجتمعي. آخر وأبرز الخطوات كانت نقل المئات من المقاتلين بحرا على مرأى من التحالف، وبعلم الشرعية التي لم تحرك ساكنا لتعزيز القدرات العسكرية لأنصارها في الجزيرة. مستجدات اليوم وفقا لبعض المحللين ما كان لها أن تحدث دون ضوء أخضر من السعودية. وبحسب مصادر محلية مسؤولة في سقطرى، فإن قيادة القوات السعودية المتواجدة هناك أخبرتهم بكل وضوح أنهم لا يتواجدون لحماية الشرعية ولن يكونوا مع طرف ضد طرف. وهو ما يستدعي التساؤل عن حقيقة الدور السعودي في سقطرى التي تقترف فيها حليفتها الإمارات كل ما يمس السيادة اليمنية، وبالتالي عن خيارات الشرعية الغائبة إزاء ما يحدث. لنقاش أوسع ينضم إلينا في هذه الحلقة الناشط السياسي سعيد أو عاطف السقطري المعذرة. أهلا بك معنا سيد عاطف. إذا ما آخر المستجدات في حديب؟ إلى أين وصلت قوات الانتقال في الجزيرة؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أختي الكريمة، ما يحدث في سقطرى اليوم هو في الحقيقة ليس مفاجئا، بل هي عملية المملكة العربية السعودية تمولها وتنفذها الإمارات بأداتهم المعروفة المسمى أو المدعوة بالمجلس الانتقالي. ما يحدث في سقطرى اليوم محاولة انسلاخ سقطرى من شرعيتها، بما أن سقطرى تحت سيطرة الحكومة الشرعية، فهم يريدون أن يستبدلوا هذه الإدارة بالإدارة الذاتية المزعومة مؤخرا، وأن يجعلوا من سقطرى خارج إطار الدولة وخارج إطار القانون. ودائما المجتمع السقطري هو معروف عنه تاريخيا وعبر العصور والقرون أنه دائما ما يخضع للقانون وللدولة وما يخرج عن 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 عن, عن إطار السيادة. وبالتالي حينما أرادوا كما أن يجعلوا من حديثك سيد عاطف أن الذي يحدث داخل الجزيرة بغطاء سعودي، ما الذي تبحث عنه السعودية في سقطرى؟
السعوديه هي لا تختلف عن عن عن, عن الامارات، هي تحقق مطالب معروف لدى الجميع ان الامارات عندها امال وطموحات بالسيطره على سقطرى، وبالتالي السعوديه تقوم بالاشراف على هذه المهمه، يعني هي تسهل الامور بل وتمولها يعني. نعم. هذا هو الظاهر أو الواضح لدى الجميع، السعودية تدعم الرغبة الإماراتية بالاستيلاء على الجزيرة. إذن للسعودية أطماع وأجندات داخل الجزيرة، أين الحكومة الشرعية من كل ما يحدث؟ لماذا تصمت؟ الحكومة السعودية، الحكومة الشرعية لا حول لها ولا قوة، هي مختطفة، كلنا نعرف أن هي خارق إطار الإرادة وسلمت نفسها بقبضها وقضيضها للسعودية، وهي تعمل خارج إطار، خارج جغرافيا اليمن، يعني ماذا ينتظر من دولة تحكم دولة من دولة أخرى، يعني مسلوبة الإرادة، ليس هناك شيء ينتظر من الشرعية، بما ومع أن المجتمع السقطري دائما ما هو ما يؤيد للشرعية ويخرج بالمئات والآلاف تأييدا للشرعية وللدولة وللقانون وللدستور، ثم حينما يطالبون من الدولة ومن الشرعية موقف مثل ما هو اليوم، فالشرعية تعجز عن موقف في 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 ساعة في أحوج ما يكون إليه المجتمع السقطري. نعم، بالحديث عن الانتقالي، ما الذي يحاول يثبته على الأرض؟ ما الذي يريده من وراء هذا التحرك العسكري؟ الانتقال هو يريد السيطرة، يريد أن يحكم الجزيرة، يريد أن يأخذها يستولي عليها بدلا عن الشرعية، هو مطلوب منه أن ينفذ هذه المهمة، مهمة الإمارات ومهمة السعودية أن يستولى على سقطرة وإزاحة الشرعية من الساحة السقطرية. وحينما رفض المجتمع السقطري الخروج عن إطار الشرعية، استقطبوا عناصر من خارج سقطرى من الضالع تحديدا، ولهم هذه المهمة لمواجهة المجتمع السقطري والاستيلاء على أرضهم وعلى جزيرتهم ولتسليمها إلى الإرادة السعودية الإماراتية. إذن الانتقالي أداة، الحكومة الشرعية مختطفة وضعيفة، ما مصير اتفاق الرياض؟ إذن لماذا عملت السعودية ورعت هذا الاتفاق وتنقضه، كما فهمت من كلامك بأنها هي غطاء، أو ما يحدث داخل الجزيرة بغطاء سعودي؟ طبعا ما يحدث، هذا اللي أفهمه، هذا هو الواقع، أن ما يحدث في نعم، إذن ما مصير اتفاق الرياض؟ اتفاق الرياض ولد ميتا، ليس هناك اي مصير لاتفاق الرياض، اذا كان بالامس تطلع اتفاقيات جديده، اتفاق الرياض 2، اين واحد حتى يطلع 2 اصلا؟ اتفاق الرياض من الاساس ولد ميتا، وبالتالي لا احد ينتظر تحقيق او تنفيذ اتفاق الرياض. اذا لماذا تصر الحكومه على البقاء داخل الرياض؟ لماذا لا تقوم ولو حتى مناورة لإظهار وجودها، سواء أمام الشعب اليمني أو حتى أمام السعودية، تخبرها بأننا هنا ولا بد من مراعاتنا؟ في سقطرة مثلا، الشرطة المحلية إذا كان في سقطرة مثلا، وليس في المحافظات الجنوبية عموما، في سقطرة مثلا الشرطة المحلية لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، لأن الطرف الآخر يملك أكثر قوة وسلاح ثقيل، كيف تخرج هذه الدولة وهذه الشرعية لتدافع عن نفسها وهي الحلقة الأضعف؟ يعني خلال 5 سنوات الماضية عملت السعودية والإمارات معا لإضعاف هذه الدولة وإرهاق شعبها، والآن نحن كشعب وكدولة أرض وإنسان في حلقة ضعيفة، لا نستطيع أن نواجه حتى ميليشيات، هذه الميليشيات اليوم في سقطرة مثلا تسيطر على كل أنواع الأسلحة، وهي تمتلك قوة أكبر بكثير مما عليه الشرعية نعم. نفسها، وبالتالي الشرعية عاجزة عن الوقوف نعم. أمام مثل هذه المشاكل. بالبقاء معي سيد عاطف، أرحب بضيفي الباحث والمحلل السياسي عادل المسني، مرحبا بك معنا سيد عادل، كيف تنظر إلى مجريات الأحداث والتصعيد العسكري الانتقالي داخل جزيرة سقطرى، وما الذي يريده الانتقالي من هذا التصعيد؟ في الحقيقة هو يكشف تماما عن النوايا المبيتة للإمارات، والتي حاولت أيضا عبر يعني محطات كثيرة في الماضي السيطرة على هذه الجزيرة، لكنها يعني فشلت أمام صمود أبناء سقطرى ووعيهم الكبير بمخططات الإمارات، لكن يبدو أنه الآن
العنصر الجديد والعامل الجديد الذي سهل لهذه الأجندات أن تدخل إلى المحافظة هو الدور السعودي. الدور السعودي قام خلال الفترة السابقة حينما عجزت الإمارات اتكأت على المملكة العربية السعودية وعزت لها المهمة وقامت هي بدور الانتقال هناك ما يعني ما هدف الطريق للسيطرة على المحافظة وهي اليوم تنسحب من هذه النقاط والمواقع الاستراتيجية في سقطرة في جزيرة سقطرة وتسلمها عمدا للميليشيات وهي تدرك تماما النوايا المبيتة لهذه الميليشيات ومن وراء الإمارات. وبالتالي اليوم نشهد يعني التحام كبير في الأجندات السعودية الإماراتية للسيطرة على المحافظة والغدر أيضا بالشرعية وإنهاء نفوذها في هذه المحافظة النائية البعيدة عن الصراع مع الحوثي والبعيدة أيضا عن تهريب السلاح وعن أيضا الإرهاب. لا يوجد أي مبرر ولا أي مسوغ للاقتتال هناك وغير هذه المحافظة السالمة المسالمة الآمنة إلى الصراع والاقتتال والنزاع. نعم سيد، المسؤولية تعود بشكل كبير يعني كامل على المملكة العربية السعودية سفك الدماء. إذن المملكة العربية السعودية تتحمل مسؤولية سفك الدماء داخل الجزيرة، لكن نائب قائد قوات الواجب السعودية داخل حديبو قال صراحة بأن هذا الصراع يمني ولا يمكنهم أن يتدخلوا. إذن ما مشروعية وجود التحالف أساسا؟ لماذا اسمه تحالف دعم الشرعية أو إعادة الشرعية؟ السعودية كانت أيضا قلنا لمهمة واضحة وهي تسهيل مهمة الإمارات للسيطرة على هذه الجزيرة، فهي معنية أيضا بتسهيل الانقلاب الآن والتمرد الحاصل في هذه المحافظة، وهذا ما كانت الواقع. يعني المملكة تزايد كثير وتكذب كثير ورأينا في محافظات كثيرة فيما يتعلق أيضا بالصراع مع الحوثي، حتى مع الحوثي تسخن الآن في غرض أيضا التمويه وبغرض أيضا ذر الرماد على العيون لتسهيل هذه المهمة وأيضا حرف الأنظار عما يجري الآن من يعني اعتداء صارخ وهجوم كبير على المدنيين في هذه المحافظة النائية. وبالتالي المملكة العربية السعودية هي من تعتدي اليوم على الشرعية وعلى هذه المحافظة النائية البعيدة عن أطول الصراع والاحتراب مع الأهداف المعلنة للتحالف الذي كانوا تحتها وهي مقارعة إيران والانقلاب الحوثي. اليوم يعني الأجندات السعودية تنكشف بشكل كبير للرأي العام العالمي والمحلي اليمني. تنكشف الأجندات السعودية للرأي العام العالمي وأيضا للشعب اليمني، هذه الأجندات لماذا لا تنكشف للحكومة الشرعية وتخرج بتصريح أو بشكل مباشر للناس وتخبرهم حقيقة ما يجري؟ أنا أتصور أن الصمت الشرعية هو إشارة واضحة، لأن من يهاجم اليوم هي السعودية وليست الإمارات، حينما كانت بالأمس الإمارات كان هناك موقف واضح للسلطة الشرعية، لكن اليوم الشرعية تدرك تماما بأن المملكة العربية السعودية هي التي تتآمر وهي التي يعني تقود هذا الصراع في الجزيرة، وبالتالي الشرعية لا تريد الاصطدام مع المملكة العربية السعودية خاصة وإنها يعني تقضع بالإقامة الجبرية في المملكة العربية السعودية في الرياض. وبالتالي هذه إشارة واضحة، إشارة ضمنية من الشرعية لأن من يعتدي اليوم على الشرعية وعلى أيضا هذه المحافظة هي المملكة العربية السعودية وهذا وراء صمت الشرعية. تفضل. وغياب موقف واضح مما يجري في سقطرة. تفضل بالبقاء معي سيد عادل. أعود إليك سيد عاطف، بالنظر إلى المجريات على الأرض وسيطرة الانتقال على عدد من المنشآت الحكومية والعسكرية، برأيك إلى أين تتجه الأمور داخل الجزيرة؟ باعتقادي أن الأمور تتجه إلى منعطف أسوأ مما هي عليه اليوم، ذلك لأن أهالي سقطرة مثلا لم يتعودوا على مثل هذه الهجمات وهذه الحروب وما يحدث اليوم. الأمور مخيفة مرعبة بالنسبة لأهالي سقطرة، ونتمنى من في ظل عجز الشرعية واتخاذ قراراتها نحن نتمنى من المجتمع الدولي أن يتدخل في ما يحدث في سقطرة، خصوصا وأنها جزيرة محمية طبيعية ولا ينبغي أن تتعرض هذه الطبيعة النادرة للخطر يعني. نعم، إذن أهالي الجزيرة مسالمين بطبيعتهم كما ذكرت ولم يعتادوا هذه المظاهر المسلحة داخل الجزيرة، لكن
الآن عندما تتعرض جزيرتهم لهذا الدمار ولهذا الاحتلال إذا صح وصفه، الانتقالي هو يد للإمارات داخل الجزيرة، هل سيستمرون فقط بالمشاهدة؟ تعتقد أنت ذلك؟ أعتقد أنهم يستمرون ذلك، لأن أريد أن أوضح شيء. الانتقالي في سقطرة مثلا، هناك من أبناء سقطرة ممن ينتمون إلى الانتقالي، لكن حينما تصل الأمور إلى رفع السلاح فهم لا يرفعون السلاح على أنفسهم. والإرادة السعودية الإماراتية حينما أرادوا أن يسلخوا سقطرة من شرعيتها. سيد عاطف، لكن هناك من قال بأن قصف حصل على مباني سكنية، وهناك أيضا ضحايا وجرحى نقلوا إلى المستشفيات. صحيح، المباني والمساكن القريبة من مبنى ديوان المحافظة تعرضوا للمخاوف وللضرب، وهناك جرحى فعلا جراء ما حدث، لأنه من يطلق الأسلحة الثقيلة على المدينة هم أبناء الضالع، لا يعنيهم من يموت ومن يحيا ومن يعيش، لأنهم هم لا يعرفون أبناء المجتمع الواحد. هناك من يقول من داخل الجزيرة بأنه لربما قد تتكون مقاومة داخل الجزيرة لمواجهة هذه القوات الطاغية. بمعنى آخر سؤالك ممكن؟ ستتكون، أو هناك من داخل الجزيرة من يقول بأن مقاومة شعبية ستتكون لمواجهة أي طاغ كان. حتى وإن كانت تكونت تبقى هي الأضعف، لأنها لا تمتلك سلاح ثقيل مثل ما يمتلكه الطرف الآخر، بيبقون هم الأضعف. وإلا لماذا وصلوا هذه الأطراف المتمردة إلى قلب المدينة بينما هم كانوا خارج حدود المدينة وكانوا في غرب الجزيرة ولم يتقدموا إليها أكثر من شهر؟ اليوم وصلوا إلى قعر المدينة وإلى وسطها، لذلك لأنهم يمتلكون قوة أكثر مما تمتلكها الشرعية ومما تمتلكه القوى الشعبية. نعم، إذن حقوقيا كيف تقرأ أنت المشهد؟ ما مصير الناشطين داخل الجزيرة؟ كيف سيكون الوضع؟ هي كل ما حصل في عدن يحصل في سقطرة. إذا سيطر الانتقالي مثلا على إدارة سقطرة فهناك حقوق إنسانية تنتهك، اختطافات، اغتيالات، سجون، أشياء من هذه القبيل، كل ما حصل في عدن. نعم، يحصل في سقطرة تماما. نعم، شكرا جزيلا لك عاطف السقطري الناشط السياسي، كنت معي. أعود إليك سيد عادل، بالنظر إلى الأماكن التي تم السيطرة عليها من قبل الانتقالي، ما الأهمية الاستراتيجية لهذه المنشآت؟ وبالتالي هل لا تزال الكفة مرجحة بيد الشرعية؟ هل لا تزال تسيطر على المدينة أم أن تقدم الانتقالي رجح الكفة بجهتهم؟ لا، في الحقيقة لا زالت الشرعية موجودة، ممثلة أيضا بالمقاومة، ممثلة أيضا بالأجهزة الأمنية والشرطة والسلطة المحلية بقيادة المحافظ، وفي النهاية من يحسب الأمر هي الإرادة الحاضنة الشعبية والإرادة الشعبية القوية، والتي حاولت قلنا والتي أسقطت مرارا هذه الأجندات، وهي قادرة أيضا على إسقاط هذه الأجندات. سقوط سقطرة لا يعني انتهاء المعركة، بل هي مرحلة جديدة ستدشنها أيضا إيمان السقطريين بالحرية وإيمانهم الطاغي أيضا بالشرعية، وبالتالي لا أتصور أن المعركة ستنتهي بسقوط المحافظة، بل هي بداية المعركة جديدة ستأخذ أبعاد ومستويات مختلفة أيضا من النضال ضد هذه الأجندات. وبالتالي أتصور بأن مقاومة شعبية عارمة سوف تنطلق، يسندها إيمان السقطريين بالتحرر من هذه الأجندات القذرة، والتي عبروا أيضا عبر مظاهرات كثيرة خرجت في هذه المحافظة. نعم، وعبر أيضا نظام كبير سندوا أيضا. إذا كنت قد استمعت لحديث ضيفي عاطف، ذكر بأنه في حال إذا ما تكونت مقاومة شعبية داخل الجزيرة ستكون هي الحلقة الأضعف، وبالتالي ستصبح ضعيفة لربما. لا، ليس صحيح. في النهاية إيمان المعركة معركة إرادات، المعركة معركة إرادات ليست سلاح.
هؤلاء مرتزقة، هؤلاء مرتزقة قلبتهم استخدمتهم الإمارات من الضالع، من يقتلون أبناء سقطرة هم أبناء الضالع. اتكاء الإمارات على هذه الصراعات المناطقية وإذكاء الخلافات المناطقية وقلب الضالع إلى سقطرة هو أخطر ما يهدد. سيد عادل، ما الذي سيفعله أبناء الجزيرة في حال ما تخلى عنهم الجميع، التحالف، الحكومة الشرعية بصمتها؟ ما الذي بيدهم؟ بيدهم إيمانهم الطاغي، قلنا بحريتهم. أيضا المحافظة لم يسلموها أيضا لهذه الأجندات التي جاءت من خارج اليمن، وأيضا قلبت أيضا بهذه الصراعات غدت هذه الصراعات المناطقية وقلبت أيضا ميليشيات من الضالع إلى هذه المحافظة النائية في 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 عرض البحر. لا يمكن أبدا التسليم لهذه الأجندات، هذا أولا. ثانيا الشعب اليمني كله يتفاعل أيضا مع أبناء سقطرة، ونحن أيضا كيمنيين كمتابعين ومحللين لما يحدث من كل ما يحدث داخل الجزيرة لاحقا مع هذا النضال الكبير. نعم سيد عادل، من كل ما يحدث داخل الجزيرة، أنت أين ترى الشرعية؟ ما الذي بقي بيدها؟ الشرعية لا زالت تقاتل، الشرعية تقاتل اليوم وتخوض أشرس المعارك مع الحوثي في الشمال وأيضا في أبيض وتحقق انتصارات كبيرة ونوعية. إذن لماذا لا تظهر هذه الشرعية وتخبر الجميع بما يحدث؟ وهذا أنا أتصور بأن الجيش، أنا لا أتكلم عن القيادة السياسية في الرياض، ولكن عن المعسكر الشرعية الذي يقاتل أيضا في أبيان ويقاتل في مأرب ويقاتل في البيضاء وفي أكثر من مكان، يحقق انتصارات كبيرة جدا. أنا أتصور بأن الإمارات أيضا مهووسة في أحداث المعارك التي تحدث أيضا، وتحت أيضا هذا التحول الكبير الذي يصنعه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه المواقع، وأيضا تحت ضغط الهزائم المرة والمذلة التي تعرضت لها في ليبيا. وأنا أعتقد أن هذا صدر رجع يحصل في سقطرة، لتريد في محاولة أيضا تريد من خلالها الإمارات أن تستعرض عضلاتها في وتبين أيضا للداخل والميليشيات في اليمن وغيرها في ليبيا بأنها تحقق إنجاز وتحقق انتصار، لكن بالحقيقة هي مهزومة بما يجري أيضا في أبيان وما يجري في مأرب وأيضا سقط السقطريين. نكتفي بهذا القدر. السيد عادل المسني، باحث ومحلل سياسي، كما أشكر ضيفي عاطف السقطري أيضا ناشط سياسي. أنوه مشاهدينا إلى أننا حاولنا التواصل مع كثير من الجهات الحكومية وحتى وزراء، ولكن قوبلنا أو كان الرد بالاعتذار. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء في زوايا جديدة.